اهلا بحضرتك مره اهلا تانية معلش بحضرتك يا دكتور، اهلا بيك. يعني احنا كنا بدانا نوصف الصوره انه الرئيس استلم الوضع ازاي، اتكلمنا عن البنيه صحيح التحتيه ثم اتكلمنا على المدرسين والمديرين ايضا. لو جينا عند الطالب بقى المصري، لانه كمان ما هو الطالب هو قلب المتلقي العمليه الخدمه. طبعا هو الهدف كله والاسر. صحيح. وبعدين حضرتك بتتعامل مع، انت ما بتتعاملش مع الطالب بس، بتتعامل مع اسرته كلها. طبعا طبعا. كان وضع الطلبة ايه وازاي اشتغلنا عليهم وتطويرهم وازاي حاربنا ظاهرة مرتبطة جدا في الطلبة والاسر الغش؟ وبعدين كان عندنا حاجة غريبة جدا، تسريب امتحانات. ازاي اشتغلنا على الحكاية دي؟ الحقيقة يعني الطلاب هما قلب العملية التعليمية عندنا كوزارة التربية والتعليم. كلنا لو ما فيش طلبة مفيش مديرين، مفيش وكلاء وزارة، ومفيش وزير حتى كمان. فلازم نبقى عارفين ان الطالب هو محور الاساس عندنا في العملية التعليمية، وهو ده في النهاية اللي احنا بنصبه انه يطلع متسلح بالخبرات وبالمهارات وبالقدرات وبالنواحي الشخصية اللي تؤهله للمستقبل. للمستقبل اللي ممكن في وظائف هتختفي ووظائف هتيجي في ظل اللي احنا فيه ده. انا بس عايز اذكر رقم كده، معرفش اكيد حضرتك عارفه اكيد، عدد الطلبة في جمهورية مصر العربية 25.5 مليون طالب. ده لحد ثالث ثانوي. لحد ثالثة ثانوي. من ابتدائي لحد المرحلة الثانوية بس بما فيهم التعليم الخاص. 25.5 مليون. عدد ضخم جدا يا فندم. جدا. يعني أنت بتتكلم كده لو حطيت الأسر بتاعتهم يبقى أنت بتتعامل تقريبا مع 60 مليون. مثلا. تقريبا. فتتخيل بقى إن أنت وأنت بتدير التغيير لازم تبقى واخد بالك من الناس دي ومن الاعداد ده، لان كل تغيير له مقاومه. صحيح. فلازم صحيح. قبل ما تبقى هو الانسان مننا مجبول على ده، انه اي تغيير بيقاومه طبعا، لان اللي اعتدى عليه هو خايف يغيره. حتى المعلم اللي عنده منهج اعتدى عليه تسعى تجيب لي منهج جديد عشان اقعد اقرا مثلا او مثلا يكون ان الدروس خصوصيه هتتهدد فيبدا يقلق. مصالح هنا مصالح بقى. ده كلها عوامل تغيير. والاسره المصريه نفس الكلام في هذا الوضع. فكان الطلبه بقى ده موضوع مهم جدا، مناهجنا واحنا هنتكلم فيها بعد شويه. السؤال بقى في تقييم الطلاب. الحقيقه انا عايز اقول حاجه في غايه في الاهميه. طول ما احنا بنقول للطالب روح اجتاز اختبار وخلاص، اختبار تحصيلي بالظبط، مش اختبار استعداد عقلي ولا ذكاء ولا احنا كده كوزارة بنساعد الطلبة على ان هم يغشوا. طبعا. لان انا بقيسك مرة واحدة في اختبار لمدته مثلا وليكن في الكيمياء ولا الفيزياء في ثانوية عامة 3 ساعات. 3 ساعات. وان شوت. يا توفق او لا توفق. وانا على فكره كده انا خدت لك صوره فوتو. بالظبط. ثبت وضع ما خدت الصوره فيديو. فالمفروض، وده بقى الكلام اللي هيجي على الثانويه العامه ومنظومه الثانويه العامه القادمه ان شاء الله، لازم يتشال بعبع الثانويه العامه. لازم يتشال. مش عارف اسمع الجمله دي من زمان قوي. انا اللي بقول لحضرتك ان احنا لازم نقضي عليها. هنيجي لحكايه البعبع دي، بس التقييم بس بعد حوارات مجتمعيه قويه جدا. ولن نفاجئ المجتمع، وده اللي قاله لي فخامه الرئيس. ما تفاجئش الناس بحاجه. لازم الناس يبقى في حوار مجتمعي قوي جدا. دي نقطه مهمه جدا يا فندم. طبعا. يعني انه في اداره اللي هو المهمه التغيير. الاساسيه اللي حضرتك كلفت بيها، اللي هو فكره اداره عمليه التغيير او التطوير او زياده قناعه المجتمع باهميه التطوير، ان الرئيس بيقول لحضرتك ما تفاجئش الناس. هو يعني اعمل حوار مع الناس. هو الهدف ايه؟ مش الهدف مصلحه الولاد. صحيح. طب ما لازم الناس تشعر ان احنا بنشتغل لمصلحتهم. هو ساعات في اللحظه دي لو شعر ان انا بشتغل لمصلحه ابنه هو هيبقى الداعم معايا. طب ايه المشكله اللي عندنا؟ المشكله اللي عندنا ان احنا قعدنا 50 سنه ما اتغيرناش، فاحنا كلنا بقينا يعني اسرى الواقع اللي هو ما يتغيرش. طب نيجي نغيره تبقى انت خايف منه، رغم انك انت لازم تكون متاكد انه ما بيتغيرش الا لاجل المصلحه، مصلحتنا كلنا. فانا بطمن الاستاذه لمى يعني، وبطمنكم وبطمن من خلالكم كل الناس في مصر. لا طبعا احنا حرصنا على ان احنا التطوير ده يهدف الى تحسين العمليه التعليميه وليس هدم مستقبل ابنائنا. ده امر منتهي. هتشوفوا ده وهتشوفوا ان الجامعات اللي موجوده
هتبقى حتى لو المجاميع انخفضت لكن هتاخد زي ما قلت كده كان بياخد 100% في الاول كليه الطب او 99 طب هياخد 90 دخل كليه الطب طب ما حدش جاب 99 طب خلاص بقى يعني